اخر الاخبار ساي الروخو، الروخو كي نقولوا الروخو عرفوا بلي بايدن، الروخو وافق على حزمه تاع مساعدات عسكريه وفيها مادريات متطوره وممكن توصل الى اعماق موسكو او روسيا. وهذه المساعدات اللي رسلتها هذا الخطر امريكا وافق عليها الروخو، متسمى تنجموا تقولوا الحرب العالميه الثالثه غادي تبدا في دي السيمانه ولا السيمانه الجايه. خاش ديروا حسابكم بلي مس الخير عليه كي طيح عنده مادريق عرفوا بلي البلاصه يخلي لها والديها. والسويد والمانيا راهم يحوسوا ينقبوا على الغاز في البحر الشمال، لانهم مصير يحوسوا يقطعوا العلاقه تاعهم مع موسكو ويبدوا يجي يعني ينجوا الغاز وحدهم. سيفهمت خوتي. وتالي اليوم عاد به قال قصيده مس الخير عليه، خاش قبل كان متوقف كي يسمع بالرخو بلي بيرسل للمادريات عاد به قال قصيده. وشاي تقول ذا قصيدة؟ ماذا من المدرية راني ركز عليها غير وجدوا رواحكم غادي نخليلها والديها. هذه تقريبا كانت اخر الاخبار، كاش حاجة راني لونسي لكم من بعد.